بدأت إيران بالتحرك بشكل مكثف من أجل تطويق إسرائيل في جبهات مختلفة هذه المرة. تفاصيل هذا الأمر نشرت يوم أمس وبشكل حصري على إيران إنترناشونال، التي تحصلت على هذه المعلومات من مسؤول عسكري كبير، وتحصلوا أيضا على نسخة من صفقة كبيرة عسكرية موقعة بين إيران وأرمينيا، ووقعت في الأشهر القليلة الماضية، وقيمة هذه الصفقة بين الطرفين تصل إلى 500 مليون دولار ستدفعها أرمينيا لإيران تحديدا. والصفقة عبارة عن عدة اتفاقيات، من خلال هذه الاتفاقيات يتوجب على إيران إرسال طائرات مسيرة مهمة للغاية خاصة بها لأرمينيا، مثل طائرة شاهد 136، شاهد 129، وشاهد 197، وكذلك من الطائرات المسيرة القاصفة من طائرات مهاجر 6، واحدة من الطائرات أيضا التي سترسل، كذلك منظومات دفاعية صدق أو لا تصدق إيرانية سترسل إلى أرمينيا كخرداد 3 وكذلك خرداد 15، بالإضافة إلى أن هنالك اتفاق وقع بين الطرفين لتبادل المعلومات الاستخبارية وكذلك بناء قواعد عسكرية إيرانية في داخل أرمينيا. وهذا لا يأتي من فراغ أبدا، هو يأتي بعد أن قامت أرمينيا برفع ميزانيتها الدفاعية أو الإنفاق الدفاعي الخاص بها لعام 2024، ووصلت هذه الزيادة إلى 1.4 مليار دولار، زادت بنسبة 81% مقارنة بالميزانية الخاصة الدفاعية بأرمينيا مقارنة بعام 2020. ولاحظ عندما نتحدث عن 500 مليون دولار، يعني أن ثلث الميزانية الدفاعية الآن ستدفعها أرمينيا لإيران من أجل الحصول على كل الأسلحة التي رأيناها الآن قبل قليل، وهذا يعود بسبب أن أرمينيا دخلت في حربين مع أذربيجان وخسرت هذه الحروب بشكل كبير ولم تتمكن من الانتصار على أذربيجان، ونوعا ما فقدت الأمل أيضا بروسيا والدعم الروسي في هذه المواجهات ضد أذربيجان، خاصة وأن روسيا منشغلة بالحرب مع أوكرانيا تحديدا، وبالتالي بالنسبة لأرمينيا هنا أن تتحصل على مثل هذه الأسلحة والطائرات المسيرة والمنظومات الدفاعية ستكون مهمة للغاية في المواجهات المستقبلية مع أذربيجان، كذلك إنها ستفتح طريق لتصبح أرمينيا مهمة للغاية بالنسبة لجميع الأطراف الموجودة هنا بما فيها روسيا، وذلك بسبب أنها تفتح طريق لنقل الأسلحة الإيرانية مباشرة عبر أرمينيا إلى جورجيا إلى روسيا لتستخدمها روسيا في الداخل الأوكراني، بالتالي سيكون هذا الطريق الذي ذكرناه الآن هو طريق مهم للغاية، طريق ثالث لإمداد الأسلحة الإيرانية لروسيا، هنالك طريق جوي يرسل مباشرة إلى روسيا، وكذلك طريق عبر بحر قزوين، وها هو الطريق الذي نتحدث عنه الذي ممكن لأرمينيا من خلال هذه الاتفاقية أن تنقل الأسلحة عبر جورجيا مباشرة إلى روسيا، بالتالي روسيا ببساطة وكما تحدثنا ستعتبر هنا أرمينيا مسألة مهمة استراتيجية بالنسبة لها، وبالتالي ستدعم أرمينيا بشكل أكبر في المستقبل في أي مواجهات قادمة مع أذربيجان، كذلك أن هذه الصفقة مهمة للغاية بالنسبة للجانب الإيراني تحديدا. لماذا؟ لأن هنالك توسعا لجبهات بالنسبة لها، وبأن هنالك إسرائيل متواجدة بشكل كبير في أذربيجان وهي حليف كبير لأذربيجان، و69% من الأسلحة التي تورد إلى أذربيجان هي كلها إسرائيلية، وبأن هنالك قاعدة متقدمة للموساد الإسرائيلي أساسا في أذربيجان تنفذ عمليات تجسسية مهمة بالنسبة لإسرائيل على الداخل الإيراني، وكذلك العديد من المصادر الغربية سابقا تحدثت بأن هنالك مطارا تستخدمه إسرائيل والطائرات الإسرائيلية من الممكن أن يستخدم مستقبلا أيضا في توجيه ضربة على المفاعلات النووية الإيرانية، وهذه الطائرات ممكن أن تلعب دورا تجسسيا حول طبيعة الوضع إذا ما اتخذوا قرار في ضرب هذه المفاعلات النووية وذهبت إيران للقنبلة النووية، فإن القاعدة هنا كما تحدثت العديد من المصادر سابقا ممكن أن تنطلق من خلالها الطائرات للتجسس، لفتح الطريق، للتشويش، للقيام بعمليات سبرانية لتعطيل الأنظمة الدفاعية أو حتى لضرب الأنظمة الدفاعية وتعطيلها قبل قدوم طائرات B-52 الأمريكية العملاقة أو B-2 لضرب هذه المنظومات الدفاعية أو ضرب المفاعلات النووية عفوا، وبالتالي هذه مسألة استراتيجية كبيرة بالنسبة لإيران الآن أن تدخل بهذه القوة إلى أرمينيا، بالتالي بالنسبة لإيران ستكون هنالك جبهة مباشرة مع أذربيجان وجبهة غير مباشرة أيضا عبر أرمينيا للضغط على أذربيجان، ولتقول لأذربيجان ببساطة بأن عليك عدم السماح
لإسرائيل بالقيام بأي شيء، لأن من الممكن لأرمينيا العدوة اللدودة لأذربيجان أن تؤدي إلى ضرر أو أن تتسبب بضرر كبير بالنسبة لأذربيجان. كذلك على مستوى تبادل المعلومات الاستخبارية هي مسألة مهمة بالنسبة لإيران، لأنها ستتحصل تماما على كل المعلومات المهمة عن تحركات الموساد الإسرائيلي والتحركات الإسرائيلية الموجودة في أذربيجان، وكذلك أيضا ستتمكن من الحصول على نماذج من الأسلحة التي تستخدمها عادة أذربيجان على أرمينيا من الطائرات المسيرة وغيرها، كما شهدنا في الحرب الأخيرة بين الطرفين مثل هذه الأسلحة، أي قطع معينة أو غيرها من الطائرات المسيرة أو الصواريخ ممكن أن تكون مهمة لإيران لتستفيد منها في ظل هذا التعاون الاستخباري بين الطرفين، وبالتالي تستخدم الهندسة العكسية على هذه الطائرات أو حتى أن تكون مفيدة في مسألة معرفة كيفية مواجهتها أو التكنولوجيا التي وصلت لها إسرائيل أيضا لمواجهات مستقبلية بين إيران وبين إسرائيل. بالتالي هذه مسألة كبيرة بالنسبة لإيران حتى على المستوى المادي، صدق أو لا تصدق، المسألة المادية تعتبر مهمة. نحن نتحدث عن 500 مليون دولار، وهذه الأموال ستكون مهمة أن تكون قادمة من أرمينيا لإيران من صفقة السلاح، لأنها ستنوع الموارد المادية الخاصة بإيران، خاصة إن جاء رئيس مثل دونالد ترامب، إن وصل إلى البيت الأبيض وقال بأنني سأعاقب إيران وسأضغط عليها كما كنت أفعل سابقا، فإن إيران من الصعب أن تتأثر بسبب لأن لديها النفط الخاص بها المهرب، وإن ضغط على هذه المسألة هم لديهم أساسا اتفاقيات استراتيجية مع روسيا مع الصين، تبيع الأسلحة لروسيا وتتحصل على الأموال، كذلك هي تبيع الغاز الطبيعي للعراق وتتحصل أيضا على الأموال، والعراق مضطر على هذه المسألة، والولايات المتحدة دائما مضطرة لإعطاء المجال للعراقي لشراء هذا الغاز الطبيعي، وإلا الكهرباء ستكون فيها مشكلة، سيواجه العراق مشكلة حقيقية على مستوى الكهرباء. بالتالي إيران توسع من طبيعة قدراتها للخلاص من العقوبات شيئا فشيئا، ومسألة الضغط الآن على أذربيجان وتوسيع هذه الجبهة هي توضح أن إيران تريد أن تتقدم نوويا بشكل هادئ للوصول إلى القنبلة النووية، إذا ما اتخذت القرار طبعا للوصول إلى القنبلة النووية. هي تشاغل إسرائيل هنا في أذربيجان على المستوى المستقبلي، وكذلك تشاغل إسرائيل على المستوى المباشر من الفصائل العراقية، الفصائل في سوريا، حزب الله اللبناني، وكذلك من جماعة الحوثي أو حتى حركة حماس أو الجماعات الفلسطينية الموجودة في داخل إسرائيل. بالتالي هذه مسألة مشاغلة مباشرة وغير مباشرة على إسرائيل للتقدم النووي كما نتحدث، وبهدوء إلى القنبلة النووية. وتبدو أن المشاغلة مستمرة بالنسبة لإيران، خاصة أن هنالك ترقب كبير مشاغلة هائلة بالهجوم هائل القادم من من؟ من جماعة الحوثي، حيث أن محمد علي الحوثي كان قد كتب هذه الآية القرآنية وذكر فيها واقترب الوعد الحق، وهذه تعطي فرصة واضحة لمعرفة طبيعة اسم العملية المرتقبة لجماعة الحوثي للقيام، والتي ستقوم بالانتقام من الضربات الإسرائيلية التي وجهت على محافظة الحديدة على البنى التحتية النفطية أو حتى البنى التحتية الكهربائية الموجودة في الحديدة. وبالتالي يبدو أن هذه العملية قد تحمل اسم الوعد الحق، مشابهة تماما لاسم العملية التي استخدمتها إيران بالهجوم مباشرة على إسرائيل، وهي عملية الوعد الصادق. الوعد الصادق والوعد الحق، وهي تعطي أيضا إشارة ومؤشر أن الهجوم القادم من جماعة الحوثي قد لا يكون عاديا أبدا. عبد الملك الحوثي زعيم جماعة الحوثي أيضا ذكر كما نقلت وكالة رويترز اليوم بأن الهجوم قادم والرد قادم، ويبدو أن 48 ساعة القادمة أو 72 ساعة القادمة هي خطيرة للغاية، وإسرائيل والولايات المتحدة والجميع يترقب هذا الهجوم. بالتالي إسرائيل على مستوى مدافع تترقب كل هذه الهجمات المباشرة التي ممكن أن تتعرض لها. وميدل إيست إنستيتيوت كانت قد ذكرت أن التصعيد من جماعة الحوثي مدروس تماما، هي مناورة مدروسة من هذه الجماعة، وذلك لأنها تريد أن تحقق عددا من الأمور، هي الاستنزاف والاستفزاز لإسرائيل بشكل مباشر، وجعل إسرائيل أن تتشتت بأن عليها الآن مواجهة جماعة الحوثي بشكل مباشر الآن، كما فعلت في استهدافها للحديدة تحديدا، تواجه حزب الله، الفصائل كما نتحدث. هنالك مشكلة تواجهها إسرائيل فعلا في هذه المواجهات، كذلك أن جماعة الحوثي هنا تريد زيادة أهميتها بشكل أكبر، ليس فقط لإيران وإنما أيضا للحصول على اهتمام أكبر من لاعبين
المرعبين أكبر في هذه المنطقة إن كانت الصين أو إن كانت روسيا، حيث أن الوول ستريت جورنال كانت قد ذكرت بشكل واضح بأن روسيا الآن تريد بيع الأسلحة لجماعة الحوثي لتفرض أيضا هيمنة وسيطرة على مضيق باب المندب، على البحر الأحمر أو على خليج عدن أو المحيط الهندي أو حتى على البحر العربي، وهنالك إمكانيات أيضا للضرب باتجاهات كذلك مضيق هرمز دون أن تضطر إيران للدخول بهذه المسألة. ومثل هذه المشاغلة من قبل جميع هذه الأطراف هي تعتبر مشكلة للولايات المتحدة الأمريكية، حيث أن الميدل إيست إنستيتيوت أشارت بشكل واضح بأن هذا سيضع سؤالا كبيرا على السياسة الخارجية الأمريكية، بأن عليها فعلا ألا تسمح لروسيا أن تصل لهذه المنطقة. ووصول روسيا وتفكير روسيا بالوصول وإرسال الأسلحة لجماعة الحوثي هو يعتبر علامة استفهام كبيرة على طبيعة السياسات الأمريكية، لأن روسيا أثناء الحرب التي خاضتها وعند بدء حربها مع أوكرانيا وسعت من علاقاتها بشكل كبير مع المملكة العربية السعودية، مع إيران كذلك فتحت محادثات أكبر وأصبحت العلاقة نوعا ما أقرب بين روسيا والعراق مما كانت عليه ما قبل الحرب مع أوكرانيا، وهي موجودة أساسا في سوريا. وبالتالي هنالك نفوذ واضح جدا حتى من الصين باتجاه المملكة العربية السعودية وغيرها، وتلعب أدوارا في العديد من القضايا. بالتالي الولايات المتحدة هنا بحاجة لإثبات نفسها، وهذا الأمر أساسا قد طرحه بنيامين نتنياهو في ظل كل هذه التهديدات الموجودة التي تتعرض لها إسرائيل وحتى الولايات المتحدة الأمريكية. يوم أمس أمام الكونغرس الأمريكي بنيامين نتنياهو قال ببساطة يجب أن نذهب إلى التحالف أو تحالف إبراهام، هذا هو الذي يجب أن نذهب إليه، أي من اتفاقيات إبراهام إلى تحالف إبراهام في حلف كامل لمواجهة إيران، وكما أسماه محور الشر تحديدا. ويبدو أن الولايات المتحدة بدأت تستجيب للكثير من هذه الطلبات، وأن هنالك تواصلا في هذه المسألة، حيث أن ثيودور روزفلت حاملة الطائرات الأمريكية العملاقة كان أحد الصيادين في ماليزيا، قام بتصويرها هنا في ملاكا كما تلاحظون، وهي متجهة إلى طبعا البحر العربي، ومن المفترض أن تتجه مباشرة إلى البحر الأحمر. تلاحظ أن هنالك حمولة كبيرة من الطائرات الحربية ستتجه لضرب جماعة الحوثي، وهذه حاملة الطائرات بحسب آخر تسجيل هي أقرب لإيران ومضيق هرمز من مضيق باب المندب، ولكنها أيضا تتخفى عند التحرك لكي لا تستهدف من قبل جماعة الحوثي. وبالتالي أنت ترى هنا تجهيزات كبيرة للغاية من قبل حاملة الطائرات هنا ثيودور روزفلت، كذلك أن طائرة B-52 العملاقة القاذفة الأمريكية ظهرت اليوم بحسب الفلايت رادار 24 وهي تحلق هنا باتجاه الخليج العربي، لاحظ باتجاه إيران. واتضح من التسجيلات بأننا أمام طائرتين من طائرات B-52 هنا، تلاحظ هذه واحدة من الطائرات، وكذلك تلاحظ هنا طائرة أخرى من طائرات B-52، وهنا طائرات KC-135 ستراتو تانكر من طائرات تزويد الوقود لإدامة الوقود لهذه القاذفات الاستراتيجية القادرة على ضرب المفاعلات النووية بشكل مباشر. وبالتالي هنالك لعبة شطرنج كبيرة تجري بين الطرفين وبين هذه الأطراف كلها التي تحدثنا عنها، ولكن التحرك الإيراني يبدو مدروسا بشكل كبير في أرمينيا لجعل الأمور مختلفة في الفترة القادمة.